هنتكلم عن الزمالك في اخر لقاء، ولكن عشان نتكلم على اخر لقاء لازم ايضا نربطه باللقاءات اللي قبل كده. الزمالك واخد الموسم ده بشكل تصاعدي، يعني اللي يشوف الزمالك امبارح ما يشوفوش في اول لقاء، ما يشوفوش يوم لقاء مصري، يوم لقاء انبي، اللي بيفرق الزمالك عن البدايه عن دلوقتي. طبعا احنا اتكلمنا في الاول التجانس، دي كان صفه مهمه جدا. مهما كنت كوتش كبير ومعاك لعيبه كويسه، لسه ما خدوش على طريقه لعبهم، يعني الموضوع كان فيه صعوبه شويه في التجانس. في موضوع كمان اللي هو الاصابات، للاسف انت كان جاي لك دونجا احسن رقم 6 في مصر جاي لك مصاب، عمر جابر كان جاي لك مصاب، هو دونجا مضى اتصاب بالظبط كده، حتى ابراهيم ضاي اللي ادانا انطباع هايل بعد تاني مباراه اتصاب، فكان في باي لوك. فانا شايف الموضوع كان التجانس، بس خلاص ما مستر فيرا استقر على المجموعه وقدروا يحفظوا طريقته، لان طريقته برضو يعني معلش مهما كنت مدرب عظيم انت مش ساحر، مش هتنفع في يوم وليله تحفظ طريقتك للمجموعه الجديده. التجانس، عوده برضو احمد فتوح، عشان انا يعني الفتره اللي هو اتصاب فيها بصراحه يعني كانت جبهه اصابه رخمه، يعني كان جاله اصابه رخمه. لا لا لا، الجبهه بتاعتنا الشمال لما بيبقى فيها فتوح وبيميل عليها امام عاشور وزيزو وبعدين شيكا بينزل لهم، لا انا امبارح كنت قاعد الشوط الثاني وبالذات لما شيكا نزل استمتعت بقى بنادي الزمالك. بقى هي الكره لسه من شويه بقول لهم الهدفين الثاني والثالث باص من فتوح لامام، سرو من امام لزيزو بالظبط، هم نفس الجمله بالظبط نفس الحته. وحتى جون شيكا امام عاشور حطها سرو كويس، التاني والتالت. فانا بقول لك التجانس مهم جدا. مصطفى شلبي حتى حظنا وحش لما جه يدخل وجاب لنا جون الفوز في بيراميدز، للاسف ما بين الشوطين طلع عشان اصابه. فانا شايف الموضوع برضو يعني في باي لك شويه، طبيعي الدوري لسه طويل جدا. كل الناس كانت حاطه ايديها على قلبها وقالوا احنا فقدنا 4 بونت ورا بعض وما ينفعش لا الدوري طويل. احنا يعني احنا السنه اللي فاتت ابتدينا برضو كنا مش ده أسوأ من دي بالظبط كده، أسوأ من دي والله، والحمد لله قدرت تحافظ وتكسب الدوري العام قبل ما يخلص الدوري نفسه بماتشين ثلاثة. فأنا بطمن جمهور نادي الزمالك، أنت معاك فرقة تقيلة، معاك واحد عبقري مستر فيريرا، عندك مجلس إدارة داعم جدا رغم الأزمة المالية الطاحنة، بس هو بيعرفوا يتصرف. المستشار مرتضى منصور معودنا بيعرف يتصرف وبيعرف يدبر الشغل البيت وبقى الأمور المادية والمالية دي، وكابتن أمير مرتضى منصور برضو حتة البوت ومساعد كتير جدا مستر فيريرا. أفرع فرقة كويس قوي بالظبط صراحة، وشيكا أفرع فرقة بشكل، ولا هو عارف انت في ناس مدير كرة او مشرف على الكرة يخنق اللعيبة، تمام؟ لا هو مش خانق اللعيبة بالظبط، هو عامل لوائح وقوانين تؤمن اللعيب تحافظ على اللعيب، مش عاملها عشان اركب، لا خالص ده انا بالظبط عشان اديك حقك، اديك حقك واخد حق النادي منك لو في غلط، عشان كده هو حتى صاحب كل اللعيبه بالظبط كده. وبعدين هو مش مدير كره، هو مشرف عام على الكوره، يعني في فرق كبير ما بين مدير كره ومشرف عام على الكوره. هو كمان مشرف علينا احنا في الناشئين، قطاع الناشئين. احنا يعني انا بوصل رساله لجمهور نادي الزمالك، احنا كمدربين ناشئين احنا بقى لنا شهرين ما بنقبضش، وده مش فارق معانا خالص، المهم الدرجه الاولى عندنا الفريق الاول اللي هو لازم اللعيبه دي ما تاخرهاش فلوس. انت ممكن تيجي على نفسك شهر شهرين ثلاثه ما فيش ادنى مشكله، بس الناس ما يخصش عندها لغط، اللي بيقبض الفيديوهات اللي بتتعرض ده العاملين بالظبط، العاملين في القطاع بقى داخل النادي كامن والموظفين كموظفين، لكن الكباتن كفرق رياضيه للأسف 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 عشان دول مرتبات غير دول بالزبط. فالمستشار قال لا الناس دي تقبض، الرياضيين هيستحملونا ودول ولادنا وشافوا خير الزمالك بالظبط واللي جاي أفضل، والزمالك له فضل كبير علينا. فاحنا انت زي البيت كده عندك، اما يبقى في مشكله عنده فبتستحمل باباك شويه بتستحمل مامتك شويه، فمفيش ادنى مشكله. احنا مرحبين جدا، المهم الفريق الاول طول ما هو بيكسب، طول ما هو واجهة النادي. لا انا عارف اخبار ان الحل الاسبوع ده ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. هو المستشار وعدنا ووعد كابتن اسماعيل يوسف وكابتن حسين عبد اللطيف النائب رئيس القطاعات، وان شاء الله المواضيع كلها هتتحل في خلال الاسبوع ده باذن الله. واحنا زي ما انت قلت نادي الزمالك له خير كبير علينا، ما ينفعش باباك يقعد طول السنين
يعني ماشي كويس معاك وبيجي في زنقه ولا حاجه او حاجه غير. انت شايف هو مش بيزنق مزاجه، انت بالزبط. شايف في ازمه وفي بالزبط. ازمه كبيره وحجز على الاموال، ولكن ان شاء الله المستشار وعد ان خلال ايام الموضوع يكون منتهي، وطالما هو وعد فعارفين ان الحل في جيبه والحل بيتنفذ دلوقتي.